بسم الله الرحمن الرحيم. Hello my dear student, our lesson today is ordering and comparing numbers. الليسون بتاعنا النهاردة بيتكلم عن الاوردر, عن الترتيب, and comparing ايه numbers. هيجيب لي كذا number وانا اقول له مين greater ومين اللي smaller, او اعمل لهم arranging in ascending order او arranging in descending order. واحنا عارفين ان ال ascending order ببدأ منين؟ ببدأ من ال smallest واطلع للايه؟ greatest. طب و descending بنزل, يبقى ببدأ بال greatest وانزل لل smallest. وانزل لل smallest. طيب انا question 1 هنا بقول لي ايه؟ question 1 بقول لي join the numbers in order and color each figure, ولون الشكل اللي هيطلع. طيب السؤال ده انا هسيبه لك كان انت بتتدرب فيه. انا هنا لما اجي ابدا هبدا منين؟ هتبدا بال 1, طب بعد كده هتروح لمين؟ لل 2, بعد كده هتروح لمين؟ لل 3, بعد كده ال 4. تتوقع الشيب اللي هيطلع لي هنا ايه؟ ها؟ سامع حد بيقول لي كار 6 7 8 ايه اللي افطر ال 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 very good 22 23 24 25 26 26 يبقى كل ده في عيلة ال 20 27 28 29 30. ها بعد كده بدأت عيلة ال 30, يبقى 31 very good. ها لسه في عيلة ال 32 33 34 35 36 37 38 very good. في 39 خلاص, يبقى انا هنا وقفت عند مين؟ ال 38. طلع لي الشيب اللي طلع لي هنا ايه؟ طلع لي كار, وتعمل لها كار, يبقى انت هنا طلع لك كار. طب اللي بعد كده هنا بقول لي هنا هتبدا منين؟ هبدا بال 1 مثلا, لو في 1 هنا في 1 اه في 1 اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 كل دول 10 واحدة 15 16 17 18 19 20 very good. 21 22 23 24 25 26 فين 26. لا هنا هرجع, المفروض ان انا همشي على الحتة دي. طب تعال نبدأ من الأول. لو جيت شوف هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 very good. 13 14 15 16 17 18 19. ها كده خلاص, ما ينفعش اقول 10 لا 19 خلاص, يبقى كام؟ 20 very good. كده فعلت 20 21 22 23 32 32 33 34 35 36 37 38 39 هلا اقول 10 لا مفيش 10 30 بلس 10 تبقى 40 41 42 43 44 very good. 45 46 47 48 49 50 very good. طيب اللي بعد كده هنا بقول لي write the numbers in that come just after. write the numbers that come just after. قلنا يعني ايه just after؟ after يعني اللي بعده. طب just after يعني اللي بعده على طول. خلي بالك انت يعني انت هتعمل هنا يا بلس 1 جاست افتر, يعني انت هتعمل بلس 1. ايه اللي يحصل في بلس 1؟ يعني انا بزود على يونت 1 يعني 27. ايه اللي افتر 27؟ فانا اجي على 7 واعملها بلس 1. 7 بلس 1 يبقى كام؟ 8. يبقى انا هنا 8 وال 2 تنزل زي ما هي, يبقى 28. طب 92 ايه اللي افتر منها؟ يعني اللي بعدها على طول تبقى موجوده برده في عيله ال 90. ايه اللي افتر ال 92؟ 93 فيري جود. طب 44 ايه النمبر اللي جاست افتر 44؟ هتفضل 40 زي ما هي, بس ايه اللي افضل ال 45؟ يبقى انا لما يقول لي جاست افتر يعني زود 1, زود 1 على الايه؟ على ال 1. طب 68 يبقى 60 كام؟ 9. طب 50 ايه اللي افتر ال 50؟ اللي هنا تفضل 50 برضه, بس ايه اللي افتر ال 0 وال 1؟ تبقى 51. طب انا 19 ينفع اقول 10 و 10؟ يعني انا ينفع اقول هنا 10 10 10؟ لا 10 10 ازاي؟ 10 10 لا ما ينفعش, البيت يقعد فيه 10. انت اكتر حاجه تقعد في البيت هي ال 9,
فانا لما اقول لك 19 ايه اللي افضل ال 19؟ ما حدش يقول لي 10 10، امال ايه 10 و10 تبقى كام؟ 20. يبقى انت هنا النمبر هيطلع 20. فيري جود، يبقى انت هنا طلعت 20. اللي بعد كده بقول لي رايت ذا نمبر جاست كام جاست بيفور، يعني ايه بيفور؟ اللي قبله. فانت اللي قبله يعني هات ماينس 1، تفهم كده ان انت هات ماينس 1 من ال 1. يعني انا 16، ايه اللي بيفور 16؟ 15. 39، ايه اللي قبلها؟ هتفضل 30 برضه، بس ايه اللي بيفور 9؟ 8. يبقى 38. 46، ايه اللي بيفور 46؟ 45. طب هنا 18، ايه اللي بيفور ال 18؟ هتفضل 10 زي ما هي، بس ايه اللي بيفور ال 87؟ يبقى 17. 22، يبقى اللي قبلها 20 برضه، بس ايه اللي بيفور ال 2؟ ايه اللي قبل ال 2؟ 1. تبقى 21. طب 50، ينفع اقول هي 50 في حاجه قبل الزيرو؟ لا، يبقى انا هروح اخد ايه؟ العيله اللي قبلها. ايه اللي قبل عيلتي ال 50؟ 40. 40 كام بقى؟ 9. اللي بعد كده يبقى انت هنا جاست افتر يعني زود 1، جاست بيفور يعني ماينس ايه؟ 1. اللي بعد كده ذا نيكست كويشن، هنا بقول لي ايه؟ بقول لي رايت ذا ميسنج نمبر. رايت ذا ميسنج نمبر، لو جيت شوف هنا حلل اكزامبل، بقول 27 اللي بعدها 28 نفس عيله 20، ها 29. طب انا هنا 46، ايه اللي افتر 46؟ 40 برضه. 47، طب ايه اللي بيفور 46؟ تبقى 40 برضه، بس 40 كام؟ 45. طب انا هنا 84 85، ها يبقى كلها عيله ال 80. 80 كام بقى؟ 86. فيري جود. طب 12 13، هنا عايز الافتر ولا بيفور؟ لا، عايز بيفور. اللي قبلها ايه اللي قبل ال 12؟ ها 11. يبقى 10 زي ما هي وماينس من 2 دي ايه؟ 1. يبقى انا باجي على اليونت وماينس منها 1. 60 61، يبقى اللي بعدها فاميلي اوف 60 برضه. 60 كام؟ 62. لغايه ما العيله تتملى يبقى فيها ايه؟ 9. اروح للعيله الجديده 23، ايه النمبر اللي بتوين جاست بتوين 23 انت 24؟ يبقى اكيد 20. بس 20 كام؟ ايه اللي بتوين ال 3 وال 5؟ ال 4. يبقى 24. اللي بعد كده 70، ها 72، يبقى اللي بينهم 70 برضه. 70 كام؟ ايه اللي بتوين ال 0 وال 1؟ يبقى هنا 71. فيري جود. لو جيت شوف 90 91، طب في حاجه قبل ال 90؟ ما ينفعش قبل ال 90 لان هنا زيرو خلاص. يبقى اللي قبل عيله ال 90 80، بس 80 كام بقى؟ 89. 49، ها 50، لان ما ينفعش اقول 40 10، يبقى هنا 50 وارجع كام؟ 51. اللي بعد كده فيري جود ذا نيكست كويشن. بقول لي في ذا نيكست كويشن، لو جيت شوف هنا هتلاقيه بيقول لك ايه؟ هتلاقي بيقول لك بوت ذا سيوتبل ريليشن جريتر ذان اور ايكوال اور ليس ذان. هنا السؤال ده الكوتشن ده في ناس بتقول عليه ان هو علامه السمكه. انا لو انا عندي نمبر 2 ديجيت والنمبر ده 2 ديجيت، ده رقمين وده رقمين، ايه اللي يخلي لك النمبر كبير؟ اليونت ولا ال 10؟ بالعقل كده، انا ابص اليونت ولا ابص ال 10؟ لا، بص على ال 10، بص على القاعد على الشمال، هو اللي يخليه لك كبير ولا صغير. يعني انا هنا كام ده؟ 60، وهنا كام ده؟ 50. مين الكبير؟ 60 ولا ال 50؟ لا 60، خلاص يبقى النمبر ده كله كبير. ما تبصش على ال 1. طب انا هنا 40 وهنا 40، طب الاثنين شبه بعض، ما دام شبه بعض روح بص للوانز اللي قاعد جنبها، هنا قاعد جنبها كام؟ خلاص ما دام هم شبه بعض تكمل، لكن لو مش شبه بعض اقف. هنا جنبها 1 وهنا جنبها 0، يبقى هنا مين؟ ال 41. بعد كده 9 ولا 30؟ ده ديجيت وده 2 ديجيت، لا يبقى 30 هي جريتر. اللي بعد كده هنا اقرا 80، طب هنا 40، مين الكبير؟ ال 80 ولا ال 40؟ لو جيت تشوف ال 80 هتلاقي فيها 8 10، 8 10، لكن ال 40 14، يبقى ال 80 ولا ال 40؟ لا ال 80، يبقى 84 جريتر ذان 48. 70 و 90، لا ال 90 خلاص. 50 و 50، لا الاثنين شبه بعض. استنى كمل بقى، روح للوانز، ما دام الاثنين شبه بعض كمل، روح للوان. هنا قاعد جنبها 0 وهنا قاعد جنبها 1، يبقى ال 51 السمكه تاكل ال 51. 70 و 70، طب الاثنين شبه بعض خلاص، لا يبقى هنا ما ينفعش كمل. 0 هنا قاعد جنبها 0 وهنا قاعد جنبها 2، يبقى ال 72. 19 و 14، الاثنين 10. طب انا لو جيت اشوف هنا قاعد جنبها كام؟ 9 وهنا 4. فيري جود. 62 62، الاثنين ايكوال. 40 و 37، هبص على 10. 40 و 37، ال 40 ولا ال 30؟ لا ال 40 خلاص من غير ما كمل. 80 و 90، لا ال 90. لو جيت تشوف هنا 70 و 40 70 و 40، لا ال 70. اللي بعد كده 20 و 30، ال 30. فيري جود. 50 و 60، ال 60. 50 و 50، الاثنين ايكوال. فيري جود. 80 و 90 90. 40 و 10، هنا 40 لكن ده عيله ال 10، دي فاميلي اوف 40 وده فاميلي اوف 10. هنا لو جيت تشوف هتلاقي هنا في 4 10s، لكن هنا كام 10؟ لكن النمبر ده 10 واحده، يبقى مين الكبير؟ لا ال 40. 90 و 90، الاثنين شبه بعض كمل. هنا جنبها 5 وهنا جنبها 9، يبقى 99. فيري جود. 24 24، الاثنين ايكوال. 50 60، ها هنا 5 10s، لكن هنا كام في 10؟ 6، لا يبقى في 60 لزان 10 اهي.
13. لو جيت تشوف هنا 10 واحده وهنا 10 واحده، كمل. هنا جنبها كام؟ 0 هنا جنبها 3، يبقى less than 60. لكن دي 16 10 واحده بس، 10 10 واحده بس 60. 50 20 ال 50، 40 90 ال 90. هنا 5 10، يعني ايه 5 10؟ يعني 10 و10 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 و10، عشان 5 تبقى قاعده في بيت ال10 يبقى هتكبر تبقى 50. وهنا كام؟ 60، يبقى 60 40. وهنا 19 41، لكن دي 19 10، يعني 10 واحده، يبقى ال40 ولا ال19؟ 40 ولا 10؟ لا ال40. 80 وهنا 90 من غير ما اكمل 90، ها 80، لا ال90 هي الجريتر، يبقى السمكة تاكل 99 9 10. يعني ايه 9 10؟ ال 9 قاعدة في 10 يبقى تكبر تبقى 90. لكن هنا 90 وهنا 90 شبه بعض، هنا قاعد جنبها كام؟ كام هنا قاعد جنبها 9 وهنا جنبها 0، لا يبقى 99. 8 يونت، ال 8 قاعدة في بيت ال 1 تبقى كام؟ 8. هنا ال 8 قاعدة في بيت ال 10 يبقى هتكبر تبقى 80. 8 اور 80، لا ده 2 ديجيت وده ديجيت واحدة، يبقى 2 ديجيت جريتر. 37 وهنا 31، يبقى 37. بكده يبقى الليسون بتاعنا انتهى. واحنا خدنا النهارده خدنا الارينج، خدنا ان انا اعمل كومبيرنج بين تو نمبرز. هناخد بعد كده الارينج، ان انت تعمل ارينج اسندنج وارينج ديسندنج. يا ريت يكون انت استفدت من الليسون، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويا ريت تفعل الجرس